المحاضرات بقى فيها اوبشن انك تبقي اونلاين وفي نفس الوقت مشغوله. سبحان الله. رامز هو انت ليه بتتريق على كل كلمه بقولها؟ عشان اصله برضو جو اونلاين وما بتردش والحاجات دي. طب ما انا ممكن اكون شغال على واتساب على فكره. انت متغير ليه؟ مش موضوعنا يا ندى. بص يا ندى، احنا عرفنا بعض من فتره وتشدنا لبعض جدا وشويه، وحسيت ان انا فيها حاجات مش مناسبه بالنسبه لك قوي، مشغول، مش مهتم، مش مركز، واتفقنا ان احنا ندي لبعض فرصه تانيه. حصل؟ حصل. ومفيش اي حاجه اتغيرت؟ ايوه كل حاجه زي ما هي بالظبط. ده بقى معناه ايه؟ ان لازم نسيب بعض. لا لازم نسيب بعض. هتقولي لي يعني انت ما كنتش بتحبني وكنت بتلعب بيا؟ اقول لك لا، انا حبيتك بس احنا مختلفين عن بعض، مش نافعين. هتزعلي شويه وهتكرهيني شويه، وفتره هتلاقي نفسك بتحبي حد تاني. هبقى بالنسبه لك الاكس. تمام تمام يا رامز. ندى ازيك؟ ايه ايه يا ابني في ايه؟ حرام عليك، حرام عليك نعم ربنا اللي بترفصها دي. حرام عليك، ده في ناس مش لاقيه خالص. ده انا فاضل لي يومين وابعت جوابات للمخده. حرام عليك. طب والله النعم دي هتزول منك. طيب معلش سيبك منها وخلينا في الشغل. ماشي حاضر. قول لي بقى، بعت لدبي رديت على العرض بتاعهم ولا رفضتهم هم كمان؟ لا بصراحه اعتذرت لهم بشياكه، قلت لهم ان انا مشغول الفتره دي. اعتذرت لهم بشياكه؟ يا ابني حرام عليك، حد يرفض اوفر زي ده؟ هو انت طمعان في المكتب بتاعي ولا ايه يا اسامه؟ ايه ده؟ كرسي ومكتب ايه؟ طب اقول لك على حاجه، وديني انا دبي، خليهم هم ياخدوني انا دبي. دبي ها؟ اه. يا ابني انا ساتر وغطى عليك. انت ما حدش هناك هيلم وراك. ماشي، خلينا في الشغل. عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ حلو قوي ده يا ريهام. برافو. لما انا عارفه. الو؟ ايه يا بنتي في ايه؟ طب تعالوا لي انا في الراديو، تعالوا يلا باي باي. ايه دي بقى؟ انا مش فاهمه هي مالها دي؟ في ايه؟ انا بحاول افهم انا كمان. عبد الله. لا وهو انت من ساعه ما جيتي ما بتقوليش غير نفس الجمله. اتخانقتوا سوا طيب؟ لا عبد الله. لا احنا مش هنقعد كده طول اليوم بقى، لا كده كتير. انا فاهمك. احنا في بنت جت جديده تشتغل معانا في الفلور. البنت من ساعه ما جت ما بتكلمش اي حد عندنا غير عبد الله. النهارده عبد الله عزمها على عرض الكومبو اللي مفكر يعزمني على كوبايه شاي حتى. ولا عمره هيعزمك، عارفه ليه؟ عشان مش راضيه تصارحين مشاعرك الحقيقيه. لا وانا قلت هو اللي لازم يجي لحد عندها عشان يتعلق بيها وما يبصش لغيرها. اسمعي كلام، انا اللي هخليكي في الاخر تكسبي عبد الله. قلت لك امشي على الخطوات بتاعتي، هتخليه يلف حوالين نفسه كده. يلف ده ايه؟ ده انت لو معايا في ظرف شهرين هتكونوا مخطوبين، وبعد كده هتتجوزوا وهتحطي صورته على الفيسبوك وهتكتبي زوجي قرة عين. يا ريت. لا معلش، كلامي اللي هقوله هو اللي هيمشي. لا معلش ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ريهام ابو زيد عامله ماسترز في العلاقات، برنامجي عن العلاقات، واكتر واحده فيكم بتفهم في العلاقات. لا معلش بقى، انا اكتر واحده فيكم دخلت في علاقات ودلوقتي انا متجوزه، يعني كلامي مبني على كلام عملي مش نظري. على فكره الكلام النظري ده هو اللي بيفيد البنات، دايما بيسالوني نعمل ايه ولا ما نعملش ايه في البرنامج. بس تلاقيكي مسحوله بقى في شغل البيت، ما بتسمعيش البرنامج صحيح؟ لا ولا مسحوله ولا حاجه، بالعكس انا فاضيه جدا. عارفه ليه؟ عشان جوزي هو اللي بيعمل لي كل حاجه، حاطه رجل على رجل، هانم متستته. وعلى فكره دخلت وشفت البنات اللي انت قلتي عليهم كلهم سناجل بالمناسبه. احنا سناجل عشان ما لقيناش الراجل اللي يملى عنينا، لكن لو لقيناه هنجيبه في ثانيه كده. هو انت ما سمعتيش اخر حلقه ولا ايه؟ 9 خطوات لقلب الرجل. ايوه سمعتها. زمتك انت مصدقه الكلام ده؟ كان السنجل نافع نفسه. هقول لك على حاجه، انا لو عاوزه اوصل لقلب اي راجل اوصله بكره الصبح. طب ما توريني. اوريكوا ايه؟ ورينا ان انت كلامك صح، وانك تقدري تخلي اي راجل يحبك وما يبصش لغيرك. قصدك ايه انه ما يبصش لغيري؟ لا مش قصدي حاجه والله، ما تفهمنيش غلط. لو قصدك على موضوع حسام فالموضوع ده انتهى من زمان، واحد خان وراح لحاله، وبعدين الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ملوش اي علاقه بيه. طب اثبت. انا مش محتاجه اثبت حاجه. خلاص لحد ما تثبتي بقى ان كلامك صح، كلامي هو اللي هيمشي في موضوع عبد الله. عبد الله عبد الله. لا 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 انا ماليش في شغل العيال ده، انا مروحه. انا عايزه عبد الله.
خليكي معايا انا وانا هخلص لك الموضوع ده. ايه جو السسبنس اللي احنا فيه ده؟ هو انتوا لو بتسمعوا البرنامج بس انتوا قد ما بتسمعوش حاجه. بصوا بقى ركزوا معايا. اول خطوه لقلب الراجل مقابله صدفه. الهدف من المقابله ان انا اسيب عنده انطباع غلط. طبعا واحده هتطلع تقول لي ليه؟ ليه؟ عشان في الخطوه الثانيه هنصحح الانطباع ده وبكده هيحس انه بيفهمني بسرعه وده هيخليني اعلم عنده. فهمتوا حاجه؟ باختصار يعني ايه ده؟ انتوا طافيين النور عليكم كده ليه؟ اطفي النور يا ماما. انتوا بتذاكروا؟ اه بنعمل حاجه زي كده. عنك يا ست الكل. ليلي جوزك كويس؟ كله زي الفل. احلفي. والله العظيم. دي اهم حاجه. ما خلاص بقى يا ماما اطلعي بره. خلاص ماشي. ما خارجه. بلعب على الموبايل بره، لو عايزتي حاجه واندهيلي. طب اطفي النور. كملي قبله. باختصار كده لازم اقابله صدفه واعمل موقف يضايقه مني جدا. معلش ثانيه واحده، تقابليه وصدفه؟ انت مش واخده بالك من الكلمه ولا ايه؟ ازاي هتقابليه صدفه؟ ما احنا هنراقبه مراقبه دوريه عشان نجمع معلومات، وانتوا هتساعدوني بده. طب واحنا نساعدك في ده ليه؟ المفروض ان انا اصلا عايزاكي تفشلي في خطتك. هو لو انتوا كنتوا بتسمعوا البرنامج هتعرفوا ان الخطوات دي بتتنفذ بمساعده الصحاب، ولا انتوا عايزين اجيب صحاب من بره؟ فشر، احنا معاكي يا كبيره، معاكي في اي داهيه. دلوقتي لازم اعرف كل الاماكن اللي بيروحها. اصحابه. علاقاته، تصرفاته، وبكده هعرف الموقف اللي ممكن يضايقه مني، وساعتها هيجي دور الخطوة الأولى. هو مش جاي النهاردة ولا إيه؟ لا هيجي، المراقبة بتقول إنه بيجي هنا من الساعة 12 لواحدة عشان ياخد قهوته. أهو جه أهو. أنا هكلم شركة السلام دلوقتي وأحاول أقنعها. ممكن ياخدوا 5% مرة واحدة من الوحدات. بقول لك ايه، اول ما يدخل تدخلي وراه على طول. ها بس يا ماما انا اللي حاطه الخطه ولا الاول ادخل؟ انتوا مجرد مساعدين. طول عمرك وطي. وانت محتاجه مساعدين اصلا يا حبيبتي؟ انت هتخش دلوقتي عليه دخلته ومعاكم الهم بوزين وزيات الراديو وهتبهريه وهتخلصي ليله في دقيقتين. عشان انت مغفله، المفروض ما يعرفش انا مين ولا بشتغل ايه، المفروض يعرف اللي انا عايزه اعرفه له بس عشان العبه براحتي. تكي انطلقي. ثقه. تحدي. تفتكري الجلد ده هيجيب نتيجه؟ لو ما جابش جيبونا هتجيب. استاذه ريان ابو زيد مش معقوله. حضرتك تعرفني؟ اعرفك، ده انا من اشد معجبينك. انا عايز اقول لك ان انا من يعني بيسموني صديق البرنامج بتاعك. انا مش عايز اعطل حضرتك. انت فاهم معطلني يعني. بس يمكن انا من الرجاله القليله قوي اللي بتسمع برنامج حضرتك. يمكن انتوا مذيعين الراديو وشكم مش معروف قوي، بس انا عارفك، عارفك وحافظك ومتابعك اول باول. ربنا يخليك. انا عندي ميعاد بس جوه. مش عايز اعطل حضرتك. انت فاهم معطلني. مين ده؟ مش عارفني. ايه واحد من الفانز بتوعها؟ غير خالص بجد، بس انا عرفتك، عرفتك زي القمر ما شاء الله. يا ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. مش عايز اعطل حضرتك والله. معطلني وانا عندي معاك. بس انا بصراحه شايف يعني التلفزيون بقى، نركز على التلفزيون. كفايه راديو، انت طلتك على الشاشه دي تجيب اعلانات بالجمله. بسكويت بقى، جبن، كاتشب، ده هيبقى اهم برنامج في مصر يعني بجد. حاضر، اوعدك هعمل اللي انت بتقول عليه. ربنا يخليك. اخش بقى يعني. انا مش عايز اعطل حضرتك والله. انت معطل. طب ممكن ناخد صوره سيلفي؟ طب طلع الموبايل بسرعه. يلا صوره مع بعض. يلا يلا يعني اضحك بقى. مين بقى بيسمع معايا البرنامج كل يوم؟ مين؟ حذري فزاري. لا طب هحذر بس ثانيه واحده. ممكن ثانيه؟ اتفضل. ثانيه. انتوا فين يا كلاب؟ اجي اخلصك من الحوار ده ولا ايه؟ يا ريت. بقول لك ايه، انا هروح لها دلوقتي، خليكي هنا ما تتحركيش. ها بقول لحضرتك بقى، مين بيسمع معايا البرنامج؟ مين؟ اختي نجلان. هتموتني هتموتني لو عرفت ان انا قابلتك وما كلمتهاش. طب ثانيه واحده، اديني بس دقيقه. هي مشغوله مشغوله. هكلمك شويه. انا هكلمها. انا مش عايز اعطلك والله. مين الباشمهندس دي بقى؟ مديره اعمالي. خدي رقم نجلان منه وانا هبقى اكلمها. هو انا حاسس ان بدات اعطل حضرتك. لا ده انت جميل. عجبك كده؟ عجبك؟ عجبك؟ عملت لوك على بعض بقى تليفونات بقى. ممكن بقى تديني رقم تليفون كده نجلان؟ ثانيه واحده، انا هاخد نمره نجلان وام نجلان. اتفضل. شكرا. اشرب. هات تشربي. علاء انا هات لي شاليموه هنزل معاه في القهوه. انا افندم. افندم ايه؟ ما انا بشرب شاي والله. انا على طول باجي معاه. اشمعنى هو بتجيب له القهوه ما بتجيبليش انا الشاي بتاعي؟ انا اسف لحضرتك جدا، بس يعني مستر رامز صاحب مكان من زمان. مستر رامز صاحب مكان؟ ده انا اللي معرفه على المكان هنا. انا اسف. ماشي ولا يهمك. طيب بص بقى يا سيدي، احنا كده فاضل لنا 15% لازم نخلصه. تمام. عايزك تعمل ليست بكل العملاء اللي احنا اشتغلنا معاهم قبل كده، وتكلم الديزاينر تخليه يعمل ديزاين ان احنا فاضل لنا 15% للعملاء الموازين. انا اسف انا اسف انا اسف. مش تفتح ولا انت ما بتشوفش؟ انا اسف والله، انا اسف انا اسف. اسف اعمل بيها ايه؟ اسف دي. طب انا مش عارف اعمل ايه. طيب يعني ايدك ايدك انت بتعمل ايه؟ طب انا مش عارف اعمل ايه. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ اه واضح انك ما بتعرفش تعمل حاجه غير تقع العصير على الناس. ما خلاص يا استاذي، قال لحضرتك انا اسف. انا وجهت لك كلام؟ لا انا بكلمه هو. اوكي تمام.
هي اتاخرت ولا انا بتهيأ؟ اختي قالت ربع ساعه، لسه ربع ساعه ما خلصتش برضك. انت بتبص على ايه؟ يخرب بيتك. ايه يا عم في ايه؟ هو البص ممنوع؟ لا ممنوع ان انتوا تراقبوا الكافيه، انا مركز معاكم. انتوا كل يوم بتيجوا تراقبوا الكافيه هنا، شكلكم كده حراميه وعايزين تسرقوه. لا 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 لا، حراميه ايه؟ انا دكتوره محترمه قد الدنيا، والاستاذه كمان بتشتغل في خدمه العملاء، ما ينفعش حضرتك تكلمنا كده خالص على فكره خالص. لا الكلام ده بقى تقولوا للمدير جوه. اتفضلوا. لا لا جوه ايه؟ استنى بس، انا ابن خالتي امين شرطه. لا 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 هتعمل لي ايه بقى؟ مبدئيا انا اسف، لو عايزين ادفع العصير هدفعه، لو عايزين اعمل اي حاجه تانية هعملها، بس ممكن نحسن طريقتنا في الكلام شويه. طب مبدئيا كده انا مش هحسن طريقتي في الكلام، عشان مفيش كلام ما بيني وما بينك اصلا. وبعدين ايه تحاسب لي دي؟ ما تحاسب لنفسك. الواحد يوقع على عصير ويقول لك سوري. لا مش فاهمه بصراحه قرف ده. اتفضل. ايه الطريقه دي؟ ما وصلش جاكت. عبيطة جدا. اعصابك مش كده؟ الحقيقة دي هاني. في ايه حضرتك؟ الهوانين بيراقبوا المكان عايزين يسرقوه. طب ممكن نوطي صوتنا؟ مين حضرتك؟ هفهمك كل حاجة، اتفضل معايا. اتفضل. خير. بص بقى، الكلام اللي هقوله لك اوعى تقوله لأي حد. اتفضل. أنا ريهام أبو زيد، مذيعة الراديو، أكيد يعني بتسمع البرنامج بتاعي. مش متابع والله. طيب يا سيدي، أنا مذيعة وجاية أعمل هنا برنامج واقعي. بنحط الناس في مواقف بنصورهم وهم مش واخدين بالهم، ودول المساعدين بتوعي جايين يعني نعاين المكان ونشوف هنحط الكاميرات فين وكده. ايه بتبص لي كده ليه؟ طب استنى هديك حاجه، استنى هتتبسط دلوقتي. خد، بس اوعى تقول لاي حد. خلي فلوسك معاك، انتوا بتعملوا مقالب في الناس وتصوروهم كمان من غير ما يعرفوا. ده انتوا نصابين بقى يا عم. واحد اللي في قلبك، واحد اللي في قلبك بس. اسمع مني، بس اسمع مني. ايه ده اللي حصل؟ في ايه؟ مؤاخذه يا باشا، دول الحراميه وجايين يسرقوا المكان. حراميه ايه يا عم اياد؟ دي المذيعه ريهام ابو زيد، انت ما بتسمعش برامجها؟ معلش معلش يا باشا، لا مؤاخذه، معلش معلش يا استاذ، انا اسف مش متابع والله. وانا اسف. يلا اتكل على الله. شفت خلصتك منها اهو. صح. ناخد سيلفي بقى النجلاء. لا 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 بعد اذنك كده. لا 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 بعد اذنك، انا بتشام المكان ده بعد اذنك. يلا تعالوا يلا. طب هي ما بعتتش الرقم على فكره. اشرف. ايوه مستر. ولما تيجي الزبونه اللي كانت قاعده هنا دي يبقى رجع لها فلوسها. تمام. ايه ده يا ابني؟ حرام عليك فلوسك اللي بترميها في الارض دي، وانت كل واحده هتدلو عليها عصير هتحاسب لها. يا ابني فكك بقى. امسك امسك. انت مجنونه باين عليك. طلعوا يا ريم وحوي. حلو قوي، كلمي بقى امال. حاضر. في ايه يا بنتي؟ ما تخضنيش. الحيوانه ما بتردش. انا كنت متاكده ان انتوا هتبوظوا لي الخطه. يمكن دخلت ميتنج ولا راحت الحمام ولا اي حاجه. بقول لك ايه، انا هعطلهم انا لحد ما هي تظهر. ها طب دلوقتي الغي الخطه ولا اعمل ايه يا خلود؟ الو. بقول لك ايه. ايه؟ انا مش عايز استنى رد العملاء. ابعت ميل لكل الناس اللي ما ردتش وقول لهم ان الاوفر ده هيخلص بعد بكره تقريبا. كده هيسرع الدنيا شويه. مش عايز نروح لهم البيت احسن؟ المرحله الجايه هتروح لهم البيت، ما تستعجلش يا اسامه. ماشي. لا 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 لا، مش معقول. قابل يا عم نعم ربنا اللي بتتحدف عليك. مين دي؟ اسامه؟ عايز يتحدف عليك انت. مين دي؟ ايه ده، انت مش فاكرني ولا ايه؟ المدرسه ميرنا جمال. لا انا كنت في مدرسه الزهرات مش في مدرسه ميرنا جمال. طيب انا هسبقك انا، وتعالى لي بسرعه عشان الشغل. ها على فكره شكلك ما اتغيرش خالص من ايام المدرسه. ايوه ايوه، ما بتقولي كده. اتجوزت ولا لسه؟ لا انا لسه بدور يعني، لسه ان شاء الله هلاقيها. معلش انا اسف، انا والله مش فاكرك. اصل انا بقى عكسك خالص، انا ماما قالت لي ان انا شكلي اتغير خالص. ايوه فعلا. ايوه انت 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 خسيتي. ايوه ايوه، كنت زمان رفيعه جدا، كنت زمان. انا مش فاكر والله، ما فاكر. معلش. ايه في ايه؟ بطمن عليكي، انت تصعبطي؟ مش في خطه ونيله؟ انت فين؟ سوري نعتذر عن هذا العطل يا فندم، حالا حالا هتصل بيه. انا شكلي معطلاك على فكره. على فكره انا كمان عندي ميعاد. ها بس انا مبسوطه قوي قوي ان انا شفتك يا اسس، بجد انت كنت وحشني قوي. هشوفك تاني. ها الو الو استاذ اسامه، مع حضرتك امال الوكيل من خدمه عملاء. اطلب، عشان حضرتك عميل مميز عندنا فاحنا باعتين لحضرتك وجبه السعاده هديه مجانا على مكتب حضرتك. يلا حضرتك لازم تستلمها بنفسك. لا ما اصل انا حضرتك انا مشيت من المكتب.
ممكن طب حد يبقى يجيبها في المكتب وانا اخلي حد ياخدها منه؟ يا فندم ارحك وجبه السعاده وهديه ومجانيه وعلى المكتب، لازم حضرتك بنفسك اللي تستلمها. معلش. يلا مع السلامه يا فندم. طيب ماشي، حاضر حاضر. ايه رامز، بقول لك ايه؟ ارهام امال تقريبا بتكلمه دلوقتي وهو راجع على المكتب. هو مين ده اللي راجع يا بنتي؟ اسامه ورامز جاي عليكي. خلاص شفته شفته، اقفلي. مين يا بنتي اللي جاي؟ يا بنتي قولي لي مين. يا كل يوم بقى ولا ايه؟ انا اسفه جدا واسفه جدا على المره اللي فاتت، بصراحه انا كنت قليله الذوق قوي. بصراحه كنت قليله الذوق جدا. شكرا لذوقك. لا العفو، دي اقل حاجه لذوقك. لا لا ما بتريقش، انا بتكلم بجد، انت فعلا كنت ذوق معايا قوي. وبعدين هو اتقال لي انك حاسبت على العصير. ايوه ما انا قلت لك ان انا حاسب على العصير. طب هو انا ممكن اعزمك على قهوه؟ يعني اصلح اللي انا عملته يعني. ممكن؟ طب شكرا. اخيرا. نفس المكان؟ اه نفس. حالا قهوه حضرتك يا مستر رمزي. طيب استنى، طيب تشرب ايه؟ قهوه مظبوط. طيب قهوه مظبوط بقى ال ريهام، واصحابي ساعات بيقولوا لي ريمو. اه وانت اسمك ايه؟ رامز. واصحابي ساعات بيقولوا لي رامز برضه. اوكي. انت بتشتغلي قريب من هنا؟ اه لا يعني في مشروع خاص بيا كده، انا ان شاء الله ان شاء الله هعمله. اه اوكي. هو انت خايفه تقولي لي انت بتشتغلي ايه؟ لا خالص مش قصدي. امال ايه؟ مفيش حاجه. طب على فكرة أنا لاحظت حاجة. إيه؟ أنت غالباً بتتوتري تتعاملي مع الناس الغريبة عنك أو اللي أول مرة تشوفيها. يعني لاحظت كده المرة اللي فاتت طبعاً. هو أنا فعلاً لما بتوتر كده ببقى قللت الذوق شوية. شوية؟ خلاص بقى ما تكسفنيش بقى، ما خلاص عديها. طب أنت بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل يعني عندي مشروع خاص كده. بطل بقى، بطل تريقة، قول الحقيقة. انا مدير مبيعات في شركه ريل استيت وقريبه من هنا. بجد؟ طب ممكن رقمك عشان المشروع الخاص بتاعي وكده. اه اوكي. طب خد اكتبه. اهو انا كنت فعلا مش ظريفه صح؟ انسي بقى اليوم ده. ممكن بس اوكي. اعمل له ايه؟ حطي الباس كود. اتلخبطتي. وصل عندك خلاص؟ لا لسه ما وصلش. هو انت متاكد انك بعت له اللوكيشن؟ انا بعت له اللوكيشن طبعا، المفروض ان هو وصل خلاص. يا ابني انا واقفه والله ما جاش. هو فين؟ بص وراكي كده. لقيتيه ولا لسه؟ انت بتهزر صح؟ لا والله ولا بهزر ولا حاجه. لقيتك عايزه تقري حاجه معينه يعني النهارده، فكان لازم تقريها على طول. دكتور اسلام عباس ده اصلا كلاينت عندي. ايه انت مش فاهمه بقى هو عامل ازاي. هو راجل بيكتب كتب خطير وواخد دكتوراه في سايكولوجي، واكتشفت بقى انه الكتب بتاعته بجد من احلى الكتب اللي في الدنيا. يعني هتلاقيه بقى بيشوف من عينك انت. مش بيشوفك من بره كده. ايوه انت حمستني ان اقرا بصراحه. هتبسطي قوي والله، هتبسطي. مع انك يعني شكلك ما يديش بتقرا كتب خالص، يعني شكلك بلاي ستيشن الحركات دي. انا لازم بقى اجي لك لابس قميص وقمته ولابس عليه بلوفر 7. انت بصراحه شكلك مش لايق. بجد والله؟ انا مدام. ما انا واخدت بالي على فكره انك مدام. انت شكلك ما يديش اعمل ايه؟ انا بحب اصلا القرايه من وانا صغير. انا وانا عيل صغير كده بموت في القرايه. انا كمان، انا كنت وانا صغير كنت بحط الروايات جوه كتب كده واعمل نفسي ذاكر قدامهم. لا يا شيخ انا كمان ايام بقى راجل مستحيل والحاجات دي. انا كنت بعمل كده برضه، بس انا كنت بتقفش جدا. القفشه اللي بتسمع فيها ضربه الحزام في الاول. ايوه تلاقي الشبشب قاعد بيترمي عليكي مقلوب جاي في وشك كده، بتبقى حاجه وحشه قوي. بس انا انصح منك، ما كنتش بتقفش بصراحه. لا يا شيخ. والله انا كنت بتقفش عادي يعني. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، يعني ميرسي انك جبت لي الكتاب وجيت بنفسك يعني عملت سين كده. لا لا مش لازم تقولي اي حاجه، ممكن تعزميني على حاجه مثلا، يبقى بالنسبه لي ألذ. انا بقبل رشوه عادي. عادي؟ طيب سيبك انا بقى. اوكي ماشي يلا باي باي. كوتش عامل ايه؟ صحابك كلهم هنا؟ اه طبعا. انا حاسه ان انا غريبه قوي على المكان. طب ايه تحبي نمشي؟ لا انا قلت لك عايزه اجي معاك. طب
طب خلاص بقى فكي بقى وتعاملي وخشي و... بتعملي كده ليه؟ فكي كده؟ امشي امشي يا شيخة. زهقتي؟ لا لا خالص والله مبسوطة قوي. مبسوطة والله يعني حاسة ان انا بقالي كتير ما شفتش الجو ده. طب ايه امشي يلا بقى ولا يلا ايه؟ يلا انت جاي تتفرجي. انا بس ما اعرفش العب بوكسر. هتعرفي تلعبي بوكس افتكر؟ اه والله عليك. لا لقيتي وجعتني قوي. هي لازم توجعك من كتر التلويش اللي قعدتي تلوشيه. تمام ايه دي اول مره؟ ما هي اول مره دي بنحترم نفسنا فيها. ماشي نيجي كده نسمع الكلام ونشوف احنا المفروض نعمل ايه. اوكي كده كده لازم تتمرني. ليه بقى؟ طلع عليكي بلطجيه وعربيتك عطلانه ولا حاجه. ما تفضليش بقى كل يوم تكلميني وتقولي لي رمز الحقني انا طلع عليا بلطجيه ومش عارف حصل ايه. حاضر يعني لازم اتمرن. كده كده يعني. لازم تتمرن. حاضر ماشي؟ ماشي اتفقنا. ماشي يلا نمشي. يا ريت. طيب اروح اجيب الشنطه كده واسلم على الكوتش واجي. ماشي يلا. ريهام. جلال انت بتعمل ايه هنا؟ انا بتمرن هنا كل يوم. اوكي برافو واضح عليك التمرين يعني. شفتي بقى؟ وانت بقى بتعملي ايه هنا؟ انا كمان بتمرن هنا ولا التمرين للرجاله بس؟ لا 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 خلاص بقى انت هتعيدي اللي انت قلتيه في البرنامج هنا كمان؟ لا لا هنا ما تقولش البرنامج خالص، ما تتكلمش عن البرنامج خالص. اشمعنى؟ زي ما بقول لك خالص. مساء الخير. رامز جلال. رامز معقولة؟ جلال رامز. اوكي جلال كان بيشتغل معايا ويعني بنشتغل مع بعض يعني زمان. اهلا بيك. فرصة سعيدة خالص. طب ايه؟ احنا ماشيين رايحين نتعشى في حتة. تمام اتفضل معانا. لا 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 جلال عنده تمرين لسه بيقول لي يعني مشغول. خلاص تمام يبقى يلا بينا. تمام اتمرن شوية كده. خلاص تمام يا ريت. مبسوط اني شفتك. فرصة سعيدة قوي يا حبيبي. اتفضل. مش مين اللي شايف؟ لا ما قلت لك كان بيشتغل معايا زمان. اوكي كويس انه ما جاش عشان مش طالبه هبل. وبكده رامز هيحس ان احنا قريبين قوي من زمان وان في كونكشن كده ما بيننا. فهمتوا؟ انا فهمت الكونكشن دي قوي. بصي كلامك حلو قوي زي الفل بس انا بقى لازم امشي لان انا عندي ميعاد وجوزي مستنيني. ها يلا. طيب روح. سلام. باي باي. ايه امشي انا كمان ولا ايه؟ لا استني انت الحواوشي جاي. Raționaliza portofoliul de aplicații web, Google renunță la o serie de produse destul de bine cunoscute și... Nekellem an kull haga liha alaqa bisit. Fasil, u nerga nekemmel kelamna f kull dunya. بس عشان كده بخاف اتكلم عن نفسي يعني ما بحبش اقول انا مين ولا بشتغل ايه. يعني بحس من كتر ما انا بخبي بكون بايخه. فاهم؟ حتى بالي تحلف. اه والله. عموما انا مش عايزك تخافي مني. انا اصلا مش بني ادم مؤذي. هي حاجه واحده بس اللي ما بحبهاش. اللي هي ايه بقى؟ تحوير. يو بقى ما خلاص انت هتذلني. ما قلت لك انا اسفه بقى. خلاص بقى مش برمي كلام والله. اوكي بس انا فعلا ما بحبش التحوير. ما انت عندك حق بصراحه. طب اقول لك على حاجه محدش يعرفها. كبير. اني انا بفكر يعني ان انا اسيب الشغل واركز في المشروع اللي قلت لك عليه. طب وليه تسيبي الشغل وتركزي في الاثنين؟ عشان انا بحترم شغلي قوي يعني ما ينفعش اكون اعلاميه ومش مصدقه في اللي انا بقوله. لازم اكون مصدقه في كل كلمه بقولها. فعشان كده يعني عايزه ابعد شويه يعني اعيد حساباتي كده وافكاري. حساباتي وافكاري. انت بتتريق ايه؟ كلام كبير شويه بس ماشي. كلام كبير الصراحه. خلاص بقى. ايه في ايه بتضحك على ايه؟ لا اصل كلامك عكس شغلانتي تماما. يعني انا شغلي مش لازم خالص اكون مصدق اللي انا بقوله. لازم اللي قدامي يكون شايف ان انا مصدق اللي انا بقوله عشان اعرف ابيع له.
يعني انا مثلا عندي ديل دلوقتي المفروض ان انا ابيع عدد وحدات معين، وانا بصراحه مش متاكد ان انا هعرف ابيع نصه، بس لازم هو يكون مصدق ان انا هعرف ابيع 8 اضعاف الرقم اللي احنا متفقين عليه عشان الديل يمشي وعشان اعرف انافس. طب انت بتحور اهو، امال ايه بتحوري ده انت طلعت نصاب. لا يا حبيبتي دي طبيعه شغلي، بس انا مش بروح اقول لك ان انا بشتغل مش عارف ايه واطلع في الاخر شغال ما مش عارف. ما تسكت بقى، اخلص. لا يصحش، طلع التايد وهتزيده. ما خلاص بقى. طب اقول لك حاجه محدش يعرفها. انت بتقلبني يعني شويه. ايه قول. انا تقريبا حياتي كلها شغل، حتى الحاجات التانية اللي بعملها في حياتي بعملها عشان تكمل الشغل. فساعات بفكر كده مع نفسي، بخاف جدا، بخاف اصلا ان انا شغلي يضيع مني فما الاقيش اي حاجة تانية في حياتي اعملها. انت كداب، في حاجات تانية يعني بتعملها غير الشغل؟ لا على فكرة مفيش حاجة تانية. احكي بس احكي. ايه اللي احكي؟ احكي علاقات حاجات، يعني انت راجل يعني مفيش علاقات حاجات الحلوة دي اكيد؟ لا مفيش، يعني كلها يعني كلها حاجات بتبيء بالفشل في الاخر. تو ايه؟ مش عارف. اوكي. لا احكي لي بعد اذنك حاجات بسيطة. لا يعني انا مرة واحدة بس اصلا حبيت من فترة. ايوه. بس الموضوع ما كملش خالص. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ كانت بتحور. يوه بقى. لا بقول لك يا انت بقى اللي بتحطي نفسك في مواقف بايخه. بقى ماشي بالعربيه الاقي هما هنا ومعاكم الاعلاميه ريهام ابو زيد والجو ده. ايه ده؟ انا بقولها تاني كده؟ بقولها ازاي؟ هما هنا ومعاكم الاعلاميه ريهام ابو زيد. انا ما بتكلمش كده. بقول لك ايه؟ انا هلم شنطتي وهمشي. لا خلاص خلاص. بقى على فكره انا من ساعه ما جيت ما اكلتش غير خيارتين. طب ماشي نفطر. يلا عشان نلحق ناكل. مش هنلحق ناكل. انا لازم امشي. ممكن امشي معاك؟ مش معاك بجد؟ اه والله. يلا. شكرا. والله اتبسطت قوي النهارده. وانا كمان جدا بجد. اه والله. طيب انت رايحه فين؟ انا مفيش، رايحه شقه هنا. شقتي؟ لا يعني رايحه اتفرج على شقه يعني عشان المشروع اللي قلت لك عليه. المشروع بنتي امال مش واخده بالك من حاجه؟ طبعا واخده بالي. احنا عمالين نحلق على الست وهي عماله تعطف وتلطف جوه وناسين عبد الله حبيب قلبي. عبد الله ايه وزفت ايه دلوقتي؟ دول خلصوا كلام جوه مش هين عليهم يخلصوا كلام بره. انا شاكه في النظرات بتاعت البت ريام دي. تفتكري ده حب؟ طيب يلا. استنى كنت عايزه اديك حاجه. ايه؟ استنى كنت جايبه لك هديه. ده ايه ده؟ دي هديه. ده ايه؟ خدتيها هديه من على بوابات الساحل ولا ايه؟ ساحل ايه دي فضه دي. ده يا شيخ؟ اه والله دي الستون بتاعتك. طب انت عرفت الستون بتاعتي منين؟ كل واحد وليه الستون بتاعته. اوكي. دي اسمها اماثيست. اوكي. اسمها ايه؟ اماثيست. ايوه. دي بقى بتشيل كل النيجاتيف انرجي من حواليك. طب والله حلو. ماشي. يعني والله حلوه، اتبسطت. يلا. باي. عجبتك ها؟ والله حلوه. باي. يلا تيك كير. باي. حبيتي يا بنت؟ ناوتي له يا بنت؟ ايه ده؟ انا بعمل كل ده عشان خطه. خطه اه. طب والميداليا؟ ايه المشكله يعني؟ مش دي الميداليا اللي جابها لك المرحوم الاولاني؟ ايوه ايوه. عادي كده؟ عادي اديها له. خلاص البنت راحت مننا يا ماما. يا حبيبتي مين حبيت؟ ايوه انا حبيت. انا عامله دياب ولابسه ابيض يا تاكس. تعالي هنا. راجل غريب قوي يا ماما. عمال قاعد يقول لي ايه؟ لا تاخدي ازاي اجازه؟ اجازه ازاي وفي معلنين؟ لا يا ريهام المفروض تقولي قبليها بشهر. تحسي ان هو كده امبراطور واحنا كلنا شغالين عنده كده. بيه هو بيه. المهم يعني اخدتي اجازه ولا لا؟ غصب عنه، انا بقالي سنين ما شمتش نفسي. والله يا بنتي انت شقيانه في الشغلانه بتاعتك دي. اه والله. حلو، يبقى نسافر لنا يومين. نسافر فين؟ السخنه. احنا مش كنا متفقين اننا نسافر سوا؟ كنا عاملين بنأجلها عشان الشغل. ايه الفرصه جت اهي. اه بس بصي انا بصراحه لما معيش فلوس يا ماما فسافري انت، انا تمام مش زعلانه. انا معايا، هجيزي لنا انت بس الاول. بصي يا ماما بصراحه مش عايزه اسافر، انا بجيبها لك على بلاطه اهو، ما تزعليش. طب ايه رايك تيجي نروح المول وننزل نشتري حاجات؟ اه شوبينج. تقعدي تمسكي بقى البطانيه تقولي ايه رايك يا ريهام ده لجهازك. بصي البايركس اسمها بايركس ولا اسمها ايه؟ ايوه اسمها بايركس. اسمها بايركس. بايركس لجهازك. بقول لك يا ماما والنبي لا بلاش عشان انا في الان خلاص لا جواز ولا جهاز، انا عايز اشتري حاجات ليا. اه لا انا اسفه جدا بصراحه، انا رجليا وجعاني قوي مش قادره الف في المول. لف انت لوحدك بقى. يا سلام رجليكي وجعاكي مش قادره تلفي في المول، لكن تقدري تروحي تلعبي الكيك بوكس بتاعك ده. بوكس؟ بوكسينج. بوكس ده اللي بتحطيه في المطبخ هنا. انا عارفه عارفه. ما هو انت ترجيزك اللي معايا بالزياده ده هو اللي جايب اجلك الصراحه، مضيع صحتك على الاخر. خلاص تعالي نروح لخالتك لمي. مين لمي؟ اللي عايزه تجوزي ده بالعافيه. انا اصلا ما بطيقهاش ولا بطيق ابنها. انا اسفه يا ماما انا اسفه. لا انا ورايا حاجات كتير قوي اعملها. سوري.
نفسي اعرف ايه هي الحاجات الكتير دي اللي انت واخده لها اجازه. يكونش هو ده الكورس بتاعك انت وصاحبتك؟ والله عليكي هو الكورس، هما جايين كمان شويه اصلا. جايين كمان شويه؟ هو انت يا بنتي مش من المده قلت لي ان الكورس ده بتاعك قرب يخلص؟ ما هو والله قرب يخلص، بس يعني مش انا اتفقت معاكي قلت لك اطمني يا ماما؟ اطمنتي ولا ما اطمنتيش؟ اطمني بقى. انا الكورس يغير. ها هما جايين عشان مش عاجبني شكلي. ماشي؟ وانا اصلا ما كنتش عايزه اسافر ولا عايزه انزل اشتري حاجه ولا عايزه اسيب كنبتي وتلفزيوني والشاي بتاعي ولا حتى ابن لاميا ده، كنت احب انه اتجوز بنتي. انا كل حكايه ان انا كنت عاوزه اتاكد اللي في دماغي ده صح ولا لا. وموضوع الكرسي ده شكله وراه راجل، واضح كمان ان بنتي مهتمه بيه. ايوه اصلا مش هتاخد اجازه إلا عشان السبب ده، بنتي بنتي وانا حافظاها. وعشان رامز يقتنع باللي انا قلته، انا خدت اسبوع اجازه من الشغل. دي خطوه صح جدا على فكره. هي استاذه امال سرحانه في ايه؟ ممكن اعرف؟ لو انا خطر في بالي بس كده حاجه على السريع، هو المفروض ان احنا بنعمل كل ده عشان عبد الله يحبني، فاكرين؟ السؤال بقى، ايه علاقه كل ده بعبد الله؟ تقتليها ولا اقتلها انا؟ اقتليها انت وانا تويها. ايه ده، هو انتوا بتتكلموا عن مين؟ عن امي. بتنادي عليا حبيبتي؟ ايه ماما، هو انت لازقه في الباب؟ ده والله العظيم انا كنت معديه بالصدفه. هو انتوا بتعملوا ايه؟ على فكره ممكن اساعدكم. ممكن بس تساعدينا تسيبينا بس بنركز، ممكن؟ حب ماشي. خلاص يا ماما بقى. نرجع لموضوعنا. الخطوتين اللي جايين صعبين قوي، فلازم نركز. لازم اعيش معايا رامز موقفين، موقف سعيد جدا، موقف حزين جدا. حزين ايه يا شيخه تفهم من بقك؟ ربنا ما يجيبش حزن ابدا. استغفر الله العظيم يا رب. بص انا مش هرد. انا اسفه يا ابا. والله ما هرد. خلاص والله ما هتكلم تاني. بعد ما كسبت ثقه رامز، جه الوقت اللي حسسه فيه انه بقى جزء من حياتي. من الاخر كده لازم اعيشه معايا موقف سعيد جدا، ولما يجي هبقى اسعد بكتير، فساعتها هيحس انه مش انسان عادي، انسان سبيشال بالنسبه لي، وده بيخلي الراجل يقع اسرع واسرع. طب ايه الموقف اللي المفروض تبقي فيه مبسوطه؟ لا ما هو مش كل حاجه انا هقولها، انت قولوا حاجه بقى. لا بقول لك انا مش عايزه تناكه، مش المفروض اصلا ان انا ابقى عايزه خطتك دي تنجح، يعني انا مش فاهمه انا بساعدك ليه اساسا؟ عشان انت حد جميل، عشان انت والله حد جميل. بصي بقى دلوقتي انا عايزه اعرف حد من صحابنا فرحه قريب؟ لا مفيش، هو تقريبا كلهم معاهم عيال دلوقتي او عنسوا او ان هم يعني قصدهم بقوا معقدين، يعني قصدي مستنيين الشخص الصح زيك. تعرفي انا مستحملاكي ليه؟ ليه؟ عشان بحبك. طيب مين في صحابنا عيد ميلاده قرب؟ انا. ايه؟ انا عيد ميلادي بكره. بكره ايه؟ فاضل عليه 5 شهور. هو في حد غيرنا يعرف الموضوع ده؟ ويكيبيديا يا فلحه. هتصدقي ويكيبيديا وهتكدبيني انا؟ انا عن نفسي اصدق اي حد في الدنيا الا انت. اه طب عشان الظرفه والخفيفه اللي انت فيها دي، انت اللي هتبعتي رامز وانت قاعده جنبي عشان انت غبيه. وانت مش هتظهري في الصوره خالص عشان رامز شافك مع اسامه، وانت مش هتصوري معاها لا ستوري ولا بوست ولا اي حاجه. ماشي؟ مفهوم يا مافيا. هاتي البقلاوه دي. هم هم. يا استاذ رامز، انا امال. هو حضرتك ما تعرفنيش، انا بقى صاحبه ريهام، انا اخدت رقمك من موبايلها. ها تسمع الفويس نوت؟ بيسمعها. رد يا وليه لسه بعتيني الفويس نوت؟ اكيد ما لحقش يرد. اصبري قالي شويه. رد. قلق عليك يا جميل. الو قال ايه؟ بيقول لك مساء الخير. خير في حاجه؟ قولي له لا مفيش حاجه، اصل عيد ميلاد ريهام بكره، وهي من كتر كلامها عليك. لا بلاش من كتر دي عشان ما تفتكرش ان انا واقعه. لو من كلامها عليك حسيت ان انتوا قريبين، فحبيت اعزمك لو فاضي. وانا هحفظ كل ده. تعالي مليني. اكتبي بقى. ايوه ماشي. من كلامها، كلامها بس. كلامها عليك حسيت ان انتوا قريبين. عليك بليه. رد ياما لسه، ياما لسه، وحياة عبد الله لسه. رد طلب شير لوكيشن. ايوه بقى. استنوا استنوا يا هوب انتوا استنوا. ايه هنعمل عيد ميلاد فين اصلا؟ ما ينفعش هنا، انا مش عايزه اعرف عنواني. اه صح. ايه ده؟ ايه تاني؟ لو جه وشافك انت بس هيبقى في حاجه غلط، ولو عزمت اصحابي هيقولوا عليا كدابه. انا ازاي ما فكرتش في الموضوع ده؟ طب بقول لك ايه، ما تسيبينا الطلعه دي وانا هظبطها لك، ثق فيها بس مره واحده. ادي لها فرصه مره. متشكر جدا يا فندم.
متشكر جدا، ربنا يخليك يا فندم. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. ايه؟ في حد رد عليك ولا ايه؟ اه، لسه حالا قافل مع سامر جروب. طب وايه اللي حصل؟ حددوا لي ميعاد مع مستر سامر السيد بنفسه بكره بالليل. حلو قوي. قلت لهم ان انا اللي رايح؟ ايه ده؟ انا نسيت، ثانية واحدة يا حبيبي. لا ما تكلمش حد، استنى. انا مش هروح الميتنج ده، انت اللي هتروح. مين اللي هيروح؟ انت اللي هتروح الميتنج ده. اه، يبقى انت ظهر لك مشوار فجأة. لا، انا كان عندي ميعاد وكنت ناسيه. رامز، انت ما بتنساش مواعيد، انت طلع لك حاجة فجأة يا باشا. طيب انا عايز اقول لك على حاجة، مستر سامر ده عميل صعب جدا، وانا خايف اروح لبوظ الدنيا تقوم انت تخصم لي. لا، ما هو انت لو ما رحتش برضه يا اسامة هخصم لك. في الحالتين هتخصم لي؟ اه. بهزر معاك يا رامز، في ايه؟ بهزر معاك، انت ليه بتقفش كده على طول؟ طيب، اهم حاجة بس تذاكر المشروع ده كويس عشان الميتنج ده مش هيبقى سهل. ماشي؟ حاضر. والله العظيم انا عارف كل حاجة، كل حاجة وساكت. يبقى دم تقيل قوي في المناسبات، اكتر حاجتين اكرههم الزحمة والصوت العالي. بس الناس بقى بتكلمك مرة واتنين وتلاتة، مش ينفع كل مرة تقولي عيانة وبتاع. ده اللي سكت فيها مرة؟ دي بتستعبطي يا بت؟ انا عملت ايه بس؟ ما انا جبت لك فيلا طويلة عريضة اهي، وفيها حمام سباحة عشان لو عوزت تتبلبطي، وحاطة لك فيها كهارب اهو. جايبة لي بلالين من الإشارة وتقولي عليها كهارب؟ ده واحدة ب 20 جنيه دي، وبعدين ما هلاقي على الديسكو اللي انت لابساه، وبعدين جبت بانر عليه صورتك، وجبت تورته، وجبت شمع، وجبت كل حاجه، وعزمت كل اصحابي اللي في الشركه. هو اي نعم ما فيش حد عبرني وجاي يعني غير عبد الله، ومع بنت كده شبه بوز الاخص. اقول لك على حاجه، انا فخوره بيكي جدا بجد، حقيقي مبسوطه بيكي. ايوه بقى، دخلي الفرحه الشله. ولما رامز يجي يا جحده يلاقي اتنين بس في عيد الميلاد. طب انا هعمل ايه؟ طيب عملتي كل حاجه ما شاء الله، نسيتي بس تعزمي الناس، فاتتك دي. لا انا عزمت كل الناس، بس هو مش حد عبرني. ما هو لازم ما حدش يعبرك يا روح قلبي. طب بصي، انا اقول لك، انا هخليكي تحسي بوجودهم، يعني انا هخليهم يتكسروا دلوقتي، ربنا يطرح فيهم. انت رايحه فين؟ عيد ميلاد، عايزين نفرح، عايزين نتبسط، عايزين. يلا يلا. ايه ده؟ ايه اللي جابك انت كمان؟ المختله اللي اسمها ايمان ما عرفتش تتصرف في المعازيم، وانا اتصرفت. فن اداره الازمات يا جماعه. طب يلا اخلعي بقى، اخلعي. الحقي الحقي الحقي، رامز كلمني بيسال على البوابه، شكله داخل علينا. خلاص يا نهار اسود، طب خش استخبي جوه. خش وانت، يلا خش بقى، اظبطي بقى كده. كل سنه وانت طيبه. ايه ده؟ انت بتهزر؟ ما بهزرش والله، بتهزر والله ما بهزر. انت ازاي هنا؟ امال قالت لي شكلي احب البت امال اكتر من الاول بصراحه. والله انا كمان شكلي احبها بجد والله، يعني عزمتني وخلتني اجي اقضي معاكي يوم زي ده، لازم احبها الصراحه. انا حاسه ان انا بحلم، يعني مش قصدي بحلم، يعني اوفر، مش قصدي، يعني قصدي اوفر قوي الصراحه. لا قصدي يعني ما توقعتش انك تيجي بصراحه. كل سنه وانت طيب. هديه كمان؟ لا ده انت مكلف وصارف صارف جامد. بتهزر؟ انت عارف ان انا بحب الفضه، يعني خواتمك كلها فضه وسلسلتك فضه، بديهي قوي. غبيه صح؟ لا مش فاهم. ممكن تلبسالي؟ ممكن البسالك. تحفه بجد، هي دي الستايل بتاعي فعلا. انت مش حاسس هي واسعه شويه بس حلوه؟ ها. لا نضايقها سهله. لا مش هقدر نضايقها، بس هي حلوه بصراحه. طب انت بصراحه نجيب. وانا كمان، وعشان الهديه برضه. لا الاثنين يعني. كويس انها عجبتك. حلوه قوي. طيب علي؟ حلو، طيب عليك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to him. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا ريهام. سنة حلوة يا جميل. بس ايه رايك شرفتك؟ شكرا شكرا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. خدي بقى حطي البتاع ده معاكي عشان انا بقالي كتير قوي ماسكه. مش في مكالمه شغل قاعده بتزن عليا جدا، ف خلاص هرد. لا براحتك. انت عايز ايه يا زفت البرك؟ عندي خبر بمليون جنيه، لازم اشوفك حالا. مش فاضي والله. لو ايه؟ لازم اشوفك، اصلا انت لو عرفت هتسيب كل حاجه في ايدك. قول لي انت فين وانا اجيلك. ايه يا ابن الخلاسه دي؟ طيب ابعت لك لوكيشن دلوقتي.
فين يا زفت انت وهي؟ انا زهقت لوحدي خلاص. الله مالك يا بنتي امال؟ عبد الله موجود بره وجايب معاه بنت كده شبه بوز الاخص وعمال يتودد معاها من ساعه ما جم ولا واخد باله مني خالص. وهيفضل الوضع كما هو عليه يا امال عشان انت ما بتتحركيش. ايوه انا اعمل ايه طيب؟ اعملي اي حاجه اتحركي، روحي قولي له انت مين، سلمي عليه، اي حاجه. اخش اسلم عليه كده بايدي عادي؟ لا برجلك يا امال، بايدك يا حبيبتي. امال بايه؟ اصل يعني انت عارفه انا اتوترت مش واخده يعني على الموقف ومش مستعده مش مهيئه، الموضوع محتاج تحضيره. خلاص انا ما تقوليش لرهام، انت عارفه رهام هت اوكي حلوه اروح. امر امر جايلي. اتفضلي ويا ريت تخلصوني. تعرف ان ده اول عيد ميلاد ليا اكون يعني مبسوطه؟ انا اصلا ما بحبش عيد ميلادي خالص. اشمعنى؟ يعني بحس ان انا كبرت سنه وفي حاجات كتير قوي ما حققتهاش لسه، يعني عارف لما بتخاف كده. فاهمك. بس يمكن هي دي الفكره، انك بيبقى عندك حاجات نفسك تحققيها، بتعدي سنه ما بتحققيهاش كلها فبتبقي عايزه تحققي اكتر. الطبيعي يعني. ممكن هي وجهه نظر مش كده؟ تحترم يعني. ايوه. فاكره المره اللي فاتت واحنا بنفطر اتكلمنا في حاجه قعدت مسحول فيها فتره طويله قوي؟ ايه؟ سالت نفسي سؤال، هو انا بعدت عن الناس اللي بحبها وعن الدنيا عشان الشغل؟ اكتشفت العكس، ان انا كنت عايز ابعد عن الدنيا وعن الناس اللي بحبها فما لقيتش حاجه تسهل فيها غير الشغل. طب وليه كنت عايز تبعد عن الناس؟ عشان كل الناس اللي كنت بحبهم كانوا بيكرروا اكتر حاجه كنت بكرهها في حياتي. اللي هي ايه بقى؟ الكذب. انا بكره الكذب. الكذب بيخليني بني ادم انا ما بحبوش. لما حد بيكذب عليا ببقى بحس انه جه على حقي فببقى عايز اذيه ببقى بني ادم مؤذي. ايوه ايوه فهماني؟ فاهمه والله فاهمه. ايه ده ميرنا؟ اسامه؟ خلود خلود سلمت عليه بايد يا خلود. خلود؟ خلود ولا ميرنا؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ هي مش دي البنت بتاعت الكافيه؟ هو في ايه؟ مين اللي جابكوا هنا؟ احنا عايزين افهم كل حاجه، انا عايز افهم كل حاجه دلوقتي. شكلي هتعقد من العصير. ايه رايك؟ اه يعني كل ما اشوف عصير هشوف وش وحش قدامي. انت فين يا ابني؟ انت فين؟ قاعد بتستعجلني وخلاص وعايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه. انت فين؟ معلش. ايه اللي معلش؟ هو انت انا اسف. ريهام اسامه. ما انا عارفها بتاعت الخطه الخبطه اللي لما بتاعت العصير. هو انا بقيت بتاعت العصير؟ ما هو باين. اوكي لا تمام مفيش مشكله. طيب ايه بقى؟ ميرنا جروب سامر جروب قالوا ان هم هيعملوا ايفنت لينا مخصوص يعرضوا فيه المشروع بتاعنا على العملاء والموظفين بتوعهم، وده ان شاء الله يعني لو اشتغلنا عليه صح هيحقق لنا جزء كبير من النسبه اللي ناقصه يعني مقابل نسبه ليهم. طب يا ابني دي حاجه حلوه جدا، انت ليه بتقولها وانت متضايق كده؟ لا انا مبسوط جدا مبسوط جدا. طب بذمتك ده شكل بني ادم مبسوط؟ لا ده شكل بني ادم مشغول. ايوه انا مشغول، انا عشان ماما عايزه حاجات هجيبها لها، هجيب الحاجات بتاعت ماما بقى. ماشي ايه ده؟ معرفش، ما انا والله ما اعرفش ايه ده، يعني انا حاولت اكتشف كتير. ما لا ماشي يعني. طيب انا كمان همشي. ايه ماما كمان طالبه منك حاجات؟ لا انا قاعد لوحدي ما عنديش حد ممكن يطلب مني اي حاجه. بجد؟ طب ما تعوض يعني. ماشي لازم احضر الايفنت وعندنا شويه حاجات لازم نخلصها. ماشي الايفنت هيكون مهم ان شاء الله. يا رب يا اكيد انا هتروح مني فين؟ اشوفك. باي باي. ان شاء الله هتبقى كويسه. امال دي مش مجرد صاحبتي يا رامز، دي اختي. انا لو جرى لها حاجه انا ممكن اموت فيها. بعد الشر بقى اللي انت بتقوليه ده. تقلقيش. انا معاكي. انت بجد معايا؟ والله بجد معاكي. انا دايما هكون في ظهرك. لو حصل لك اي مشكله في الدنيا دي كلها هكون معاكي. أنا مش فارق معايا والله أي حاجة غير إنك تكوني كويسة.
انا كويسه عشان انت جنبي. تمت هندلة أسامة بنجاح، وأنا كمان كل حاجة مشيت كويس. طيب قوليلي بقى كده، هندخل على الخطوة الجديدة إن شاء الله. يلا باي. ألو ألو يا ريهام، يا مفيش فايدة مفيش فايدة. ما تنجزي بقى، وانا انت صدقتي انك عيانه بجد. خلاص هنروح. اه يلا خلاص هنعمل. متشكرين قوي يا اسماء. ها صالحها؟ لا لا ما صالحهاش. انا ما اعرفش يا اختي الرجاله بقى مالها. بقول لك المهم لو رجع وسال عليها كل حاجه قولي ما اعرفش، راحت فين ما اعرفش. تمام ميرسي يا اسماء. باي باي يا ماما. تعالي هنا. راحه فين؟ مفيش، انا زهقانه قلت يعني الفلف بالعربيه شويه. احكي لي كده، احكي لي بقى ايه اللي مزهقك. لو واحد ماشي في طريق بيجرب، يعني بيجرب وهو ماشي في الطريق اكتشف ان كل حاجه عماله بتبوظ وتتلعبك، المفروض بقى يعني يكمل في الطريق ده وهو عارف ان نهايه الطريق ده حيطه سد سودا، ولا يلف ويرجع ويبعد عن الطريق ده؟ عارفه يا ريهام، كان في جملة حلوة قوي بتقوليها في البرنامج بتاعك، كانت بتعجبني قوي. لما كان حد يجي يسألك ويقولك أنا محتار مش عارف أختار ده ولا أختار ده، أتصرف إزاي؟ عارفة كنت بتردي عليهم تقولي لهم إيه؟ كنت بتسألي أنت حاسس بإيه؟ أنت حاسس إنك عايز تعمل إيه؟ عشان كل واحد فينا لما بيختار اللي هو عاوزه من جوه قوي بيعرف يشيل مسؤوليته. هو انت ممكن تحضنيني؟ يا لهوي تعالي تعالي بسرعة بسرعة بسرعة. انا هنزل بقى اشم شوية هواء. خلي بالك من نفسك. ماشي هنبسطي. حاضر هنبسط. باي باي يا قلبي. الو الو يا ريمو، ازيك؟ طمنيني على صاحبتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يعني احسن، كنت لسه عندها من شويه الدكاتره طمنوني عليها. طب الحمد لله، مش قلت لك يا بنتي هتبقى كويسه؟ يا رب ان شاء الله. طيب انت صوتك مش عاجبني، ممكن اشوفك؟ معلش يا رمز انا لازم اروح، يعني تعبانه قوي والله مش قادره اتكلم، عايزه اقعد مع نفسي شويه. اما انا مش هينفع اسمع صوتك عامل كده وتقولي لي مش هعرف انزل. معلش دي اول مره اطلب منك طلب، خليني اشوفك. ماشي يا رمز حاضر. يلا باي باي. ريهام هو انت في حاجه مخبيها عليا؟ ليه بتقول كده؟ مش عارف بس حسيت ان في حاجه تانية حصلت وما قلتليش عليها. لا هو موضوع امال ده انا متضايقه قوي، مش قادره اشوفها وهي تعبانه ومش قادره تتكلم وكده، فاهم؟ فاهم، بس هو مش الدكتور طمنك عليها؟ خلاص بقى ليه معيشه نفسك في قلق؟ انا لما عرفتك كنت اقوى من كده بكتير، اللي تسيب شغلها وتروح تفتح مشروع هي مش عارفة أصلاً هو ممكن يكسب ولا لأ هتبقى قوية، واللي تقف جنب الناس اللي قريبين منها وتفضل جنبهم وتطمن عليهم وواقفة جنبهم زي الوقفة اللي انتي واقفاها جنب أمال دي تبقى قوية. أيوة بس انت في حاجات كتير قوي متعرفهاش عني. أيوة ما احنا عشان كده بنتقابل وبنقعد وبنتكلم مع بعض عشان نعرف بعض أكتر. خايفة لو عرفتني متحبش تتكلم معايا تاني. وانتي مالك يا بنتي في ايه؟ وانتي كنتي كويسة أول ما عرفتك برضو، ما كنتيش بتخافي، كنتي أي حاجة بتقوليها بتقومي دباها على طول. عارفة من أكتر الحاجات اللي حبيتها فيكي إنك كنتي زي ما أنتي، كنتيش عايزة تجملي نفسك أو تعملي حاجة عشان تبقي بني آدمة تانية. عارف أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ إيه؟ بعيداً أنت يعني ديسنت كده وبتحب شغلك، أنت طيب أوي. أنا طيب؟ صدقي اول مره حد في حياتي يقول لي ان انا طيب. لا انت فعلا طيب، يعني انا اول ما قلت لك ان انا مخنوقه ومتضايقه نزلت لي جري وسبت كل اللي وراك. يعني بصراحه مش ده السبب الوحيد،
أنا جيت عشان عايز أشوفك، حاسس إن أنا بجد محتاج أشوفك، محتاج أشوفك وأنتي بتتكلمي وأنتي بتضحكي، حتى وأنتي مبوزة كده على فكرة، حابب أشوفك، حابب أشوفك كويسة. أنا مبعرفش أرد على الكلام ده بصراحة. أنا مش عايزك تردي على فكرة، كفاية إنك قدامي. عارفة؟ خلتيني أحس بحاجة كمان أول مرة أحس بيها، خلتيني أحس إن أنا ما عنديش مشكلة خالص أسيب كل الدنيا عشان أبقى معاكي وأبقى جنبك وأبقى عارف أطمن عليكي. طول ما أنا مطمن عليكي بحس إن أنا تمام. طب عايزك بس تبقي كويسة. مش عارف إحساس غريب. أنا عايزة أقولك على حاجة. إيه؟ بس عايزك تسمعني كويس. في إيه؟ أنا عايزة أدخل الحمام. روحي يا حبيبتي الحمام. في كل ده عشان تروحي الحمام؟ خلاص الخطة قربت تخلص. الخطوة الثامنة الاختفاء. أنا هختفي من حياة رامز بشكل كامل، يعني مش فترة كبيرة قوي عشان ما ينسانيش، ومش فترة صغيرة عشان يعني يحس بالفرق، فترة معقولة. يعني الهدف من الاختفاء ده ان الراجل يفتقد كل شعور حاسه مع الست اللي معاه، القوة، المشاعر الحلوة، الضعف، السند، كل الحاجات دي. ساعتها الراجل بيحس ان في حاجة ناقصه. في الوقت ده هو بيتأكد انه بيحبها. طب انا مش محتاجة اقول لكم، يعني انا مش هرد عليه خالص، وهو لو وصل لكم انتوا ما تعرفوش عني حاجة. وانا ليه حاسه ان انت مضغوطه قوي كده؟ على فكره احنا ممكن ما نكملش بقيه الخطوات لو انت متضايقه. للاسف كده بهوات مننا قوي، يعني مش عارفه لما انا وجوزي زي الفل والبنت دي امها زي الفل ومفيش اي حاجه. ممكن انت بس تاخدي بالك من ريهام اليومين دول. السلام عليكم. بقول لك لو سمحتي من فضلك، كان في بنت عامله حادثه هنا كده وكانت وشها كله متشلفط خالص، شفتيش؟ كان معاها بنت كده شعرها قصير. لا لا والله ما عارفه. تمام ماشي. بقول لك ايه كان في البنت اللي كانت عامله حادثه جوه وكان معاها بنت شعرها اسود كده وعينيها خضراء، هي فين دلوقتي؟ مشيت. طب ما تعرفيش راحت فين؟ لا بصراحه ما اعرفش. انا ريهام انا بحاول اكلمك كذا مره وما بترديش، ممكن بس تطمنيني عليكي؟ رامز رامز انا بعت لك كل التطورات الخاصه بالايفنت، مستني ردك. سبا معلش انا الفتره دي مخنوق شويه وتعبان، ممكن تشتغل انت على الايفنت كله؟ أنا واثق فيك. يا صاحبي حبيت اطمنك ان كل حاجه ماشيه كانك موجود بالظبط. المهم انت طمني عليك.
ريهام انت كويسة؟ الخطوة التاسعة والأخيرة لقلب الراجل هي مكان خاص بعد ما الراجل ما بيتأكد من إنه بيحب الست في وقت اختفائها. بعدها بتكلمه وبتقابله في مكان يخصها، مكان بتقوله إن عمرها ما جت فيه مع حد غير نفسها. بتقوله إن قصتهم ما ينفعش تكمل وإنها هتختفي تاني للأبد. ساعتها الراجل هيمسك فيها وهيقول لها إنه مش هيسيبها مهما حصل، وبكده تكون اكتملت الخطوات لقلب الراجل. كرش انك وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي. عارف لما الدنيا بتضيق عليا دايما باجي اقعد هنا لوحدي. كنت بلعب استغمايه وانا صغيره هنا، كنت دايما بستخبى ورا الشجره اللي هناك دي. شايفه دي؟ شايفها. طب ولما كبرت يا ريهام بقيتي بتستخبي فين؟ انت عارفه انا قعدت ادور عليكي قد ايه؟ انا تعبت قوي الفتره اللي فاتت. عارفه انا بصراحه كنت بهرب منك. ليه؟ ايه اللي حصل يعني لكل ده؟ حصل حاجات كتير قوي. انا كل حاجه عندي اتلخبطت فجاه. أيوة طيب ماشي، الحاجات اللي اتلخبطت دي ليه ما قلتيش عليها فنحلها مع بعض؟ ما قدرتش والله، ما قدرت. انا كنت فاكر ان احنا اقرب من كده لبعض كتير. ما هو عشان احنا قريبين انا جيت النهارده عشان اقول لك ان احنا مش هينفع نتقابل تاني. مش هينفع نتقابل تاني؟ اه طبعا. انا المفروض دلوقتي امسك ايدك واقول لك ارجوكي ما تعمليش كده، انا بحبك، عشان تبقي نفذتي الخطوات كلها، مش كده؟ اهلا يا بنات، ازيكم؟ مساء الخير يا طنط. هي ريهام موجوده؟ خرجت يا حبيبتي، اتفضل. لا معلش مش شايفه نقعد خالص، اصل انا بكلمها من امبارح ما بتردش. طب ما تعرفيش حضرتك هي راحت فين؟ هو انا بقيت عارفه حاجه؟ ما تقولولي هو في ايه؟ انا بنتي بقى لها كام يوم كده مش مظبوطه، زي ما يكون في حاجه شغله دماغها. ما اكيد راحت تقابله. هو مين ده؟ ما تنطقوا يا بنات. يا بنات انتوا بصراحه من ساعه ما بقيتوا تتلموا على بعض وتطفوا النور عليكوا وانا مش فاهمه لكم. هو في ايه؟ ننزل؟ احنا لازم ننزل، لازم نتحرك دلوقتي حالا. هنكلمك يا طنط. اوكي باي باي. يا لهوي، انا حاسه ان انا عكيت الدنيا مع طنط السيكا. واحنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا هكلم اسامه. بقولك ايه؟ انا هروح للمكتب. وشي كده عادي؟ طب يلا. ممكن بس تديني فرصة اتكلم عشان نفسي. انا مش هدافع عن نفسي رموز. انا بحبك. وانا كمان حبيتك أوي، بس ما اعرفش انا حبيتك فعلا ولا انا مشيت بس ورا خطواتك اللي انت كنتي رسماها عشان احبك، مش عارف.
اني كنت عارف قبل كل خطوه انت هتعملي ايه. ازاي؟ لما سمعت البرنامج بتاعك على الراديو كان عندي فضول اعرف انت مين. دخلت دورت طلعت كل حلقاتك القديمه. لما سمعت اخر حلقه لقيتها 9 خطوات لقلب الرجل اللي انت نفذتيهم معايا بالملي. قابلنا صدفه وبعدها صدفه تانيه وبعدين طلبتي مني خدمه وبعدين خليتيني احبك. في كل خطوه كنت بتمنى انك تقولي الحقيقه وبعد كل خطوه كنت بتكدبي اكتر من اللي قبلها. مش عايز اصدق انك كداب. مكنتش متخيل اصلا ان ممكن حد يلعب بمشاعر حد للدرجه دي. كان نفسي ما تطلعيش كدابه زيهم. والله يا استاذه ميرنا انا ما اعرفش عنه حاجه. والله يا استاذ اسامه أنا جاي لك عشان تساعدنا بعد إذنك وأنا بكرر أسف يا ستي. طب أنا أحلف لك بإيه؟ طب يا رب الإيفنت اللي عندنا يتطربق فوق دماغنا إحنا التلاتة لو كنت أعرف عنه حاجة. حضرتك أنا بتصل بيه من إمبارح طول اليوم مش عارف أوصل له. أنا بعت له فوق 700 رسالة وكلمته 1350 مرة فين وفين على ما رد عليا. يا دوبك لسه بقول له كلمتين قال أنا عارف كل حاجة وقفل في وش السكة. يا نهار أسود وإيه اللي عرفه؟ والله العظيم أنا اللي قلت له. طيب هو الحقيقة في حاجة هو لازم يعرفها. أنا السبب إن أنا زقيت ريهام إن الموضوع ده يحصل كله من الأول. نعم. لا ثانية واحدة أنا مش فاهمة حاجة كده. أنت فاهم حاجة؟ لا مش فاهمة حاجة خالص. فسري حاجة كده؟ طيب ريهام من وهي صغيرة باباها ومامتها اتطلقوا رغم إن هما كانوا بيحبوا بعض جدا. وبعدها هي قابلت واحد اسمه حسام الله يحرقه. حسام ده حسسها إن هو راجل وسند وعمره ما هيتخلى عنها أبدا. ورغم كده هو سابها برضه رغم انها ما تتعيبش. ساعتها هي قفلت على قلبها وعلى نفسها وقررت ما فيش حد هيدخل في حياتها تاني. انا بس كان نفسي ان انا ارجع لها ثقتها في نفسها واستنيت الفرصه اللي تخليني ازقها واضغط عليها واستفزها عشان تفتح المجال من تاني وتقابل ناس. وفعلا قابلت رامز وحبته فعلا. انا عارفه يعني ايه الست ما تحبش تبقى لوحدها وريهام ما تحبش انها تكون لوحدها. عشان كده رامز لازم يعرف التفاصيل دي كلها. ايه بقى يا عم اسامه؟ القصه دي ما حركتش اي مشاعر عندك؟ مش ناوي تساعدنا وتقول لنا الراجل ده فين؟ يا ستي والله ما اعرف عنه اي حاجه. يا جماعه يا جماعه انتوا مش فاهمين. احنا داخلين على ايفنت كبير جدا وانا عمري ما قدمت حاجه زي كده لوحدي. انا نفسي اوصل له اكتر منكم. طب انا عندي فكره بس انا الفكره دي لو عملتها ممكن اروح في 60 داهيه ممكن اتحبس اتنفي. جيزي يا ماما الابلكيشن بتاعنا بيطلب من العملاء سماحيه تحديد اللوكيشن عشان يرشح لهم اقرب مطاعم ليهم ايه. انا ممكن ادخل على السيرفر ده واجيب من بيانات العملاء اللوكيشن بتاعه دلوقتي. واللابتوب عندك في العربيه تعالي ننزل نعمل كده. اول مره تقولي حاجه عليها الايه ده العادي يا حبيبتي. والله فكره حلوه لو افهمها يعني انا لو فهمت. يلا يا حبيبي انت لسه هتفكر. انا هاجي معاك. ايوه يلا. كلامي ضايقك؟ بالعكس انت وفرت عليا كلام كتير وانا عايزه اقول رمز انا غلطت كدبت. كان نفسي اكتر من مره اجي اقولك على كل حاجه بس انا عارفه ان انا كده كده خسرتك من اول يوم انا عرفتك فيه. بيتهيألي لو كنا حكينا لبعض كل حاجه حسينا بيها الموضوع كان ممكن دلوقتي يبقى احسن شويه. انا حاسه بكل كلمه انا قلتها. انا فعلا حبيتك وكنت جاي النهارده عشان اقولك ان انا مش هتشوف وشي تاني عشان مش قادره اكمل في الكذبه اللي انا بكذبها. بس في نفس الوقت انا مش عايزه اسيبك. ولا انا بس عارفه المشكله في ايه. الكذب بيكسر رابط مهم قوي ما بيننا
يكسر فكرة إننا نصدق بعض من غير ما نفكر. علاقة مليانة تفكير دي حاجة متعبة قوي، وأنا ما أقدرش أعيشها. متأكدة إن إحنا ماشيين صح؟ أهو على ماشيين على الجي بي إس أهو. ركزي يا أمل، الله يبارك. ماشي، كملي بس على طول. ماشي، كمليه على طول واجري شوية على طول، وخشي خشي يمين اللي جاي، خشي يمين اللي جاي ده على طول. جاي؟ متأكدة؟ اللي جاي ده، اللي جاي بعد العربية دي، خشي يمين على طول. يمين يمين ده، يمين ده، يمين ده، خشي. لا استني، ارجعي معلش. إيه؟ معلش ارجعي اليمين اللي بعده. مش يا ماما، ركزي والنبي. معلش ركزي بقى يا ربي. يا لهوي، ان التفاصيل بتهزري يا امال. افتحلي هوت سبوت. باقتي خلصانه. افتحلي انت هوت سبوت. نهار اسود عليا. مش احنا يا امال. طب خلاص ثواني، هعمل باقه تسلفني. ثانيه واحده هنشحن دلوقتي. ثواني، ما توترينيش. ثواني، كملي بس انت على طول. ثانيه واحده، هيشتغل اهو. اهو خلاص، اهو اشتغل اهو. هو ده المكان؟ اه، عرفت المكان. اقفلي. هو ليه الحكايه قلبت نكد قوي كده؟ لا يا شيخ، عشان احنا مش في مسلسل ولا في روايه، والواقع مش مجبر طول الوقت انه يبقى لطيف ولذيذ ومبهج. عارفه احنا لو في فيلم سينما كان زماننا دلوقتي بنت صالح، والشجر بينزل ورد والعصافير بتزقزق، حياتنا لذيذة واتجوزنا، كلنا طلعنا مبسوطين في الآخر. بس للأسف في الحقيقة. أنا أسفة، بس أنا فعلاً بني آدمة مش كدابة. أقولك على حاجة، أنا زمان يمكن اتوجعت أكتر منك بكتير. هو الكذب بيوجع، بس الخيانة توجع أكتر. الخيانة هي اللي خلتني البنت اللي أنت شايفها قدامك دي. هو اللي عملت فيك ده حاجة سخيفة وأنانية، مش عارفه اقول لك ايه، لعب عيال وقلب جد بقى. بس انا فعلا ما كنتش قصدي ان انا اكرهك، والله ما كنت قصدي اكرهك. انا هبعد يا ريم عشان مش عايزه اذيكي، وهحاول انساكي. اتمنى انساكي. كان نفسي الحدوته ما تخلصش كده، كان نفسي. لو كانت حدوته حلوه ما كانتش هتخلص. يا رامز سامة، انت ايه اللي جايبك؟ وانت مش عندك ايفنت مهم المفروض بنحضره؟ صاحبات ريهام عندهم كلام مهم عايزين يقوله لك. انا مش عايز اسمع حاجه. صحيح، مبروك على الترقيه. انا قبلت الاوفر بتاع دبي خلاص، ورشحتك مكاني تبقى مدير مبيعات. انت عايز تسيبني يا صاحبي؟ انت عارف انا ما بعرفش اعمل اي حاجه من غيرك. لا بتعرف، وانا عارف انك قدها ودود. يلا اشوفك بخير. رامز، بص انا ما اعرفش ريهام حكت لك كل حاجه ولا لا، بس هي بتحبك بجد والله العظيم. انا خلاص، انا وريهام خلصنا كل الكلام. لا اكيد ما باظتش بعد كل ده. لا ريهام، انا اسفه، انا السبب في كل ده، انا اللي زقتك في الحكايه دي من الاول. ما تتاسفيش يا خلود، انا دخلت الحكايه دي بمزاجي وكملت فيها بمزاجي. انا مش زعلانه منك. طب انت زعلانه مني انا؟ لا، هزعل منك ليه يا امال؟ وبالنسبه لموضوع عبد الله، اعملي اللي انت شايفاه صح، لان الصح بتاع كل واحد فينا مختلف عن التاني. انا الوقت ده بس حابه ان انا اقضيه مع نفسي شويه، اكيد انتوا تدوني الوقت ده مش كده؟ خلي بالكم من نفسكم. باظت كده يا خلود، باظت. ريمو، انت كويسه؟ ايه يا حبيبتي؟
مالك يا حبيبتي؟ طمنيني. ماما هو احنا بنعمل ايه لما نجرب ونلاقي طريقنا كان غلط؟ بنحمد ربنا وبنشكره. بنشكره انه عرفنا وورينا هو فين الغلط. احساس صعب قوي لما تعرفي الغلط كان منك انتي. الاصعب منه اننا ما نعرفش الغلط جاي منين. يا ليه الحقيقة بقت صعبة قوي كده يا ماما؟ حبيبتي مفيش حاجة في الدنيا بتحصل من غير سبب. عارفة الحكاية الوحشة بتفضل وحشة لو ما عرفناش إننا نحولها لدرس نتعلم منه. عارفة إيه أكتر حاجة بتوجعنا فعلا؟ الوقت اللي بيضيع. يبقى الصح بقى نضيع وقت زيادة ولا نتعلم عشان ما نضيعش وقت في اللي جاي؟ يعني مثلا لو انا خسرت في حاجه ما ينفعش افضل زعلانه طول الوقت، لازم ادور واشوف انا غلطت في ايه عشان ما اغلطش الغلطه دي تاني واخسر. فاكره من كام سنه لما حبست نفسي في الاوضه دي؟ مش هعمل كده تاني. انا مش هقول لك الكلام العبيط اللي بيقوله فرفيشي ورمي ورا ظهرك. زعلي زعلي واتضايقي يا حبيبتي عشان تفهمي، اوقعي عشان تهومي، وانا مش هضغط عليكي خالص. انا بقول كده لاصحابي، بقول لهم يعملوا كده مع اولادهم، بقول لهم سيبوهم ياخدوا وقتهم عشان يبقوا اجمد زي بنتي حبيبتي ما وقعت وقامت لوحدها وبقت اجمد. يا بنتي شطوره. حكاية النهاردة خلصت نهاية مش سعيدة، أو كان نفسنا في نهاية غير كده، بس إحنا ما بنختارش النهايات، إحنا بنختار نعيش إزاي الحكاية. حكاية النهاردة علمتني كتير قوي إن الطريق لقلب اللي بتحبه عمره ما كان خطوات مترتبة ورا بعض. مفيش حاجة اسمها 9 خطوات لقلب الراجل. الطريق لقلب الراجل أو الست هي خطوة واحدة بس، الصدق. تكون مع شخص مش محتاج تكذب عليه عشان توصل له، حد عايزك زي ما انت وانت عاوزه زي ما هو، وساعتها لما تلاقيه لازم تكسر كل حاجه قديمه وتمسك فيه. في ايه؟ مين اللي جابني هنا انا؟ دي ملاهي دي ولا جي بي اس ولا انا تايه ولا ايه؟ في ايه؟ يا ابني حرام عليك يا ابني. يا ابني حرام عليك يا ابني، عرفتني بقى، اطلع بره، اطلع بره. يا عم جبنا عشان تتركني. اطلع بره يا اخي. امشي يا عم خلاص. ده انت تعبتني في عيشتي يا اخي. ولان الدنيا بعد كل نهايه بتخلق بداية جديدة، ولو تعلمت من اللي حصل هتلاقي الإنسان اللي يستاهل يكون بالنسبة لك كل الدنيا. أنا ريهام أبو زيد كنت معاكم خلال ساعتين وهشوفكم الأسبوع الجاي. تصبحوا على ألف خير.